برج الحمل، إذا كانت الشكوك تساورك مؤخراً ولا تستطيع الوصول إلى أي قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء واضح. أنت تشعر بالتوازن الكافي الذي يمكنك من حصاد الخير كنتيجة لأي قرار تتخذه. برج الثور، الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجياً إلى أن يصبح مهاماً يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات. برج الجوزاء، اليوم يمكنك تحفيز منهم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون. لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي. برج السرطان، في الوقت الحالي أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق وأنت مستمتع بذلك أيضاً. حافظ على بيئة العمل الخلاقة هذه، لأن كل منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معاً. برج الأسد، كل ما كنت تهدف إليه منذ فترة طويلة أصبح من الممكن الوصول إليه، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك من كل صوب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك. برج العذراء، حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت إنها لن تتحقق. برج الميزان، بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجؤون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى المساعدة. برج العقرب، هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. برج القوس، حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضا سوء التفاهم بين الزملاء. الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة للآخرين، انظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة. برج الجدي، لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعدك آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف. برج الدلو، في الوقت الحالي أنت تخفض رأسك في اليأس وصحتك ليست في أحسن أحوالها. اثبت في مكانك اليوم، فالأوقات الجيدة قادمة. في الوقت الحالي حاول أن تذكر نفسك بالذكريات السعيدة، وعندئذ سترى أن حتى هذه المرحلة السيئة سوف تمضي وسوف تشعر بشيء من التفاؤل. برج الحوت، يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عدداً متزايداً من التعقيدات الغير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك، في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئاً وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.